ولأن دولاب الحياة يمر بمحطات الأمن والاقتصاد والاحتياجات، نشد أبو أيوب الجنابي من قضاء الضلوعية محافظ صلاح الدين والمحسنين لمد يد العون له، مبينا أنه يعمل بأجر يومي متقطع وتحيطه حوائج الحياة الصعبة من كل طوق، وأن لديه أولاد يدرسون في الجامعة وسقف بيته آيل للسقوط، وتشتد به الأوضاع سوءا ولا يملك إلا راتب الرعاية الاجتماعية الذي لا يسد إلا جزءا بسيطا من احتياجات أسرته. ونحشد الحكومة والمحافظ أن يساعدنا، عندي طلاب كلية وأشتغل عمالة عمره 52 سنة. كم طالب كلية عندك؟ عندي ثلاثة طلاب كلية. اي قوة 13 اي والله عمالة وماشية. زين وضع بيتك بالشتاء؟ بالشتاء يخر مي والله، طوس نحط جوا وخر، شو تسوي له؟ ماكو، الحالة تعبانة وتعرفون. وعمل ماكو زين، لا عمل يصعد ولا عمل ينزل، هالعمالة يوم اكو 10 ماكو. أطالب مساعدات، يعني سوون البيت، سوون شيء مساعدات يعني يساعدون. لا ما عندي وظيفة، عندي راتب رعاية 200,000 دينار بالشهر زين، الطلاب كلهم قطعوهم مني، الطلاب كلهم قطعوهم من عندي، ظل بس هذا الصغير وياي زين، 220,000 دينار كل شهر، بحريق من أحطه؟ أحطه مسواق، أحطه طحين زين، أعطيه كروه للسيارات زين، ما عندي غيرها. أناشد السيد محافظ صلاح الدين المحترم بأن يمد يد العون للأخ والجار أبو أيوب وليد الجنابي، لأنه رجل يعمل مهنة العمالة ويوم أكو 10 أيام ماكو، وعنده طلاب 3 يعني السنة اللي ربما يجوز راح يبطلهم يقعدهم بالبيت، لأنه ما يقدر يدفع لهم فلوس الخطوط، لأنه كل خط 200,000 الشهر، هو ما عنده غير راتب الرعاية وما يكفي رمق الحياة. فأناشد السيد المحافظ والحكومة ومنظمات المجتمع المدني بيد مد العون لهذا الشخص اللي جارنا، يعني مرات تصيب فيه الحال أنه ما يقدر يشتري حتى المسواق لعائلته وبحالة يرثى لها. ومن خلال قناة صلاح الدين الفضائية أكرر مناشدتي لكل الخيرين ومنهم السيد المحافظ والسيد قائم مقام الضلوعية وكل الخيرين.